بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف ننجز تمارين الصفحة 54 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. إكزارسيس نيميرو 5. جو شيرش لي شيفر مونكون، يعني أبحث عن الأرقام الناقصة. هذه هي عملية ضرب. 4 × 3 = 12. نكتب 2 ونحتفظ ب1. 4 × عدد = 1 = 7. إذا رجعنا إلى جدول ضرب 4 × 9 = 36 + 1 = 37. إذن 4 × 9. (4 × 9 = 36 + 1 = 37). عدد رقم وحداته 8. نرجع إلى جدول ضرب 3، يعني 3 × 6 = 18. إذن 6 × 3 = 18. أكتب 8 وأحتفظ ب1. 6 × 9 = 54 + 1 = 55. إذن 2. 7 + 8 = 15. أكتب 5 وأحتفظ ب1. 4 + 5 = 9. ننزل 5. إذن 93 × 64 = 5952. ننتقل إلى العملية الموالية. إذن ما هو العدد الذي نضربه في 1 يعطي 6؟ هو 6. 6 × 1 = 6. 6 × ماذا؟ يعطي عدد رقم وحداته 2. نرجع إلى جدول ضرب 6، أو بكل سهولة نستعمل هذا السطر. يعني هنا 1، يعني 1 × 1 = 1. 1 × ماذا يساوي 7؟ 1 × 7 بكل سهولة. وإذا لم نعتمد هذا السطر فإننا نضرب 6 × 7 = 42. إذن 6 × 1 = 6. 6 × 7 = 42. أكتب 2 وأحتفظ ب4. 6 × 5 = 30 + 4 = 34. 1 × 1 = 1. 1 × 7 = 7. 1 × 5 = 5. إذن 6 × 2 + 1 = 3. 4 + 7 = 11. أكتب 1 وأحتفظ ب1. 1 + 3 = 4. 4 + 5 = 9. 571 × 16 = 9136. الشكل التالي يتكون من مربع ومستطيل. هذا الشكل يتكون من مربع ومستطيل. احسب محيط هذا الشكل. اذا بما ان هذا الشكل فهو شكل مربع، هذا الضلع يساوي 3 سنتيمتر، كذلك هذا الضلع يساوي 3 سنتيمتر، هذا الضلع يساوي 3 سنتيمتر، وكذلك هذا الضلع يساوي 3 سنتيمتر. هذا الضلع من هنا إلى هنا بما أنه مستطيل فإنه يساوي 2 سنتيمتر، لأن في المستطيل كل ضلعين متقابلين متقايسين. هذا الضلع يساوي 5 سنتيمتر، كذلك هذا الضلع يساوي 5 سنتيمتر، ونحن نعلم أن هذه القطعة تساوي 3 سنتيمتر.
إذن 5 ناقص 3 يساوي 2 سنتيمتر، إذن هذا الجزء يساوي 2 سنتيمتر. إذن الآن كل يعني الأضلاع معلوم طولها، إذن سوف نجمع هذه الأطوال. إذن نبدأ من 3 سنتيمتر زائد 3، يعني 3 زائد 3 زائد 2 زائد 5 زائد 2 زائد 2 زائد 3 يساوي، إذن 3 زائد 3 6، 6 زائد 2 8، 8 زائد 5 13، 13 زائد 2 15، 15 زائد 2 17، 17 زائد 3 20، يعني 20 سنتيمتر. إذن هذا هو محيط هذا الشكل. في سباق التناوب يتكون كل فريق من 4 عناصر، يقطع كل عضو مسافة 75 متر ليسلم العصا لزميله الذي يقطع نفس المسافة، إلى أن يكمل كل فريق دورة كاملة حول الحلبة. احسب المسافة التي يقطعها كل فريق في كل دورة حول الحلبة. إذن 4 عناصر، يقطع كل عضو مسافة 75 متر ليسلم العصا لزميله الذي يقطع نفس المسافة، إلى أن يكمل كل فريق دورة كاملة. إذن دورة كاملة. إذن 4 عناصر، يقطع كل عضو مسافة 75 متر. قلنا 4 عناصر، يعني العنصر الأول الشخص الأول يقطع 75 متر، الشخص الثاني يقطع كذلك 75 متر، الشخص الثالث كذلك يقطع 75 متر، والشخص الرابع كذلك يقطع 75 متر ليكملوا يعني دورة كاملة حول الحلبة. إذن ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أحسب المسافة التي يقطعها كل فريق في كل دورة حول الحلبة، في كل دورة، يعني سوف نحسب المسافة التي يقطعها كل فريق خلال دورة، يعني في كل دورة كم يقطع من مسافة. إذن سوف نضرب 75 متر في 4، إذن المسافة التي يقطعها كل فريق في كل دورة حول الحلبة. إذن 75 في 4، 4 في 5 20، أكتب 0 أحتفظ بـ2، 4 في 7 28 زائد 2 يساوي 3. إذن المسافة التي يقطعها كل فريق في كل دورة حول الحلبة هي 300 متر. Exercice numéro 8.
Je colorie l'étiquette qui permet de calculer le périmètre du triangle. ألون البطاقة التي تسمح بحساب محيط المثلث. إذا هنا 3 بطاقات، 5 × 3 × 4، 5 + 3 + 4 = 2، 5 + 3 + 4. إذا هذا المثلث أطوال أضلاعه 5 سنتيمتر، 4 سنتيمتر، 3 سنتيمتر. لحساب محيط المثلث فإننا نجمع أطوال هذه الأضلاع. إذا 5 + 3 + 4، هذه هي البطاقة المناسبة، سوف نلونها. أضع وأنجز العمليات التالية. مئة وخمسة وعشرون في 35. إذا 5 × 5 = 25، أكتب 5 وأحتفظ بـ2. 5 × 2 = 10، 10 + 2 = 12، أكتب 2 وأحتفظ بـ1. 5 × 1 = 5 + 1 = 6. أضع نقطة. 3 × 5 = 15، أكتب 5 وأحتفظ بـ1. 3 × 2 = 6 + 1 = 7. 3 × 1 = 3. 5 × 2 + 5 = 7. 7 + 6 = 13، أكتب 3 وأحتفظ بـ1. 1 + 3 = 4. 457 × 12. 2 × 7 = 14، أكتب 4 وأحتفظ بـ1. 2 × 15 + 1 = 11، أكتب 1 وأحتفظ بـ1. 2 × 4 = 8 + 1 = 9، أضع نقطة. 1 × 7 = 7، 1 × 5 = 5، 1 × 4 = 4. 4 1 + 7 = 8، 9 + 5 = 14، أكتب 4 وأحتفظ بـ1. 1 + 4 = 5. 10. Je calcule sans poser l'opération. أحسب دون وضع العملية. 5426 في 0 يساوي 0. أي عدد يضرب في 0 يساوي 0. 10 في 100، أي عدد يضرب في 10 أو 100 يبقى نفس العدد ونضيف الأصفار. إذا 1 في 1 = 1، ونحسب عدد الأصفار. 1 2 3، 1 2 3. إذا 10 في 100 يساوي 1000. 324 في 10، نكتب نفس العدد 324 ونضيف 0. إذا 324 في 10 يساوي 3240. 29 في 100 يساوي، أكتب 29، 1 2 أضيف 0. إذا 29 في 100 يساوي 2900. أتمم التحويلات كما في المثال. إذا هذا جدول الأطوال: كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. إذا 5 كيلومتر، نضع 5 تحت 1 كيلومتر. 32، 2 نضعها تحت ديسيمتر. 32 وضعت تحت ديكا متر، تقريبا خطأ مطبعي. إذا ديكا متر. إذا 5 كيلومتر، 32 ديكا متر يساوي 5320 متر.
7 ديكامتر، 66 ديسيمتر. ديسيمتر يساوي كم من سنتيمتر؟ سنتيمتر إذا نضيفه صفر يساوي 7660. 800 متر، دائما أضع رقم الوحدات تحت الوحدة، الصفر نضعه تحت المتر، يساوي كم من ديسيمتر؟ ديسيمتر إذا نضيفه صفر 8000 ديسيمتر. 435 سنتيمتر، أضع رقم الوحدات تحت السنتيمتر، 5 أضعها تحت السنتيمتر، 5 3 4 يساوي كم من ديسيمتر؟ ديسيمتر 43. كم من سنتيمتر؟ 5. 6789 مليمتر، أضع 9 تحت مليمتر، إذن 9 8 7 6 يساوي كم من سنتيمتر؟ سنتيمتر يساوي 678. كم يساوي من مليمتر؟ 9 مليمتر. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.